السلام عليكم، معكم أيت عبد المنعم من أكاديمية طبيبتي. سعدنا مجتمع بكم النهاردة في فقرة كلمتين تربية على المشي. النهاردة هنتكلم عن موضوع امتى نقول لأ لأولادنا، علشان اللأ عندنا ما تكونش عشوائية، علشان ما تكونش خاضعة لمزاجي الشخصي. يعني النهاردة أنا جيت من الشغل مبسوط ومرتاح، فأسمح لولادي أنهم يلعبوا في قلب الصالة ويفرشوا الألعاب. بكرة مزاجي مش ولا بد وعندي مشاكل وضغوطات في الشغل، فأبدأ أن أنا أقول لهم ممنوع تلعبوا في قلب الصالة. فلازم تكون اللأ عندي مبنية على قواعد تربوية. أول قاعدة تربوية لازم نعرفها كمربيين بتقول أعطي الطفل كل ما يحتاجه ولا تعطي الطفل كل ما يطلبه. يعني أعطي الطفل كل ما يحتاجه من حنان وحب واهتمام ورعاية بما يتناسب مع فئة العمرية، ولا تعطي الطفل كل ما يطلبه، لأن ليس بالضرورة كل ما يطلبه الطفل يكون في مصلحته. طيب دي أول قاعدة تربوية لازم نعرفها. طيب امتى نعرف نقول لا بالتحديد؟ في استراتيجية علمها لنا المربي الفاضل في احد محاضرات الاستاذ مصطفى ابو سعد، رسم لنا 4 حدود. لو هذا الموقف او هذا الفعل خالف ال4 حدود ديت فاحنا هنقول لا. طب ايه هي 4 حدود ديت؟ هي الحد الديني، الحد الاخلاقي، الحد الصحي، الحد القانوني. في 4 حدود عندي لو خالفها هذا التصرف انا هقول لا. ولو لاحظتوا ان ال4 حدود دي اللي هي الحد الديني والاخلاقي والصحي والقانوني هي بتحكمني اصلا كانسان ناضج، كانسان كبير. يعني انا في بتقف عندي تصرفاتي لما بتخالف ال4 حدود دي. طيب ايه هو الحد الديني؟ لو احنا بس عشان ندي امثله عشان تتضح المسائل اكتر، يعني الحد الديني هي مجموعه المعتقدات اللي بتؤمن بها كل اسره، طبعا بتختلف من اسره لاسره. بس لازم يكون عندي بس ملاحظة انه انا لما انا اقول لا على حاجة مبنية على الحد الديني، وهو طفل ممكن ابني ما يسألش ليه ويعني وعشان ايه بتقولي لا، بس لما هيكبر في سن المراهقة هيبدأ انه هو يسألني انه ليه بتقولي لا على هذا الموضوع. فلازم انا يكون معايا حجة عقلية سليمة صحيحة اقنع بيها ابني في سن المراهقة. يعني مثلا هدي مثال شخصي، انا في مرحله الطفوله المبكره عشنا فتره في دول الخليج. انتوا عارفين يعني مثلا في دبي تحديدا اغلب الحاجات بتكون مستورده، فماما كانت واحنا صغيرين معلمانا ان احنا نقرا، يعني نقرا المنتجات ان ما يكونش فيها طبعا حتى اللبان او العلكه او اي حاجه، يعني الحلويات او كذا ما يكونش فيها حاجه من شحوم الخنزير او حاجه من نسبه كحول او اي كذا. طبعا واحنا صغيرين كنا بنلبي من غير ما احنا نعرف، كنت تقول لنا مش مفيد وخلاص. فبس لما كبرنا وبدأنا احنا نتدرب في المعرفة الدينية ومعرفة كمان الصحية، ونبدأ ان احنا نسأل ونتحقق من انه فوائد شحوم الخنزير ايه، مضرها، الكحول بتعمل ايه، المضار ايه كذا. فبنبدأ ان احنا نبني قناعتنا الشخصية بالحد الديني ونلزم انفسنا بيها. فبس دي انا حبيت اطول شوية في موضوع الحد الديني علشان ننتبه احنا لأولادنا لما نقول لهم دلوقتي لأ، او يعني لا على هذا الشيء بناء على الحد الديني، لازم اكون مبني على اساس عقلي لانه هيبدا يسالني عليه في سن المراهقه. بالنسبه للحد القانوني لازم اي حاجه تخالف القانون، طبعا قانون دوله عن قانون دوله بيختلف، فاي حاجه بتختلف باي حاجه تتعارض مع القانون ما اسمحش لابني ان هو يعملها. يعني مثلا ابني في سن المراهقه وعايز يسوق العربيه ويقول لي، يعني هو طبعا لسه ما جاش على سن القانوني اللي هو بيختلف من دوله لدوله، فهو مش مسموح له ان هو يسوق العربيه الا مثلا في سن ال 18 وهو في سن ال 16 وعايز يسوق العربيه، فيبدا ان هو يتحايل على والده، معلش طب احنا دلوقتي في مكان في الصحراء مثلا ما فيش حد موجود معانا وكذا. لازم انا كمربي واقول له لا، علشان لو انا قلت له هنا هيبدا ممكن هو يطبقه في يعني خالف القانون، ده فعلي وخالف القانون فانا مش هسمح له بيه، وممكن هو يطبقه في قلب المدينه ويسبب له في مثلا مشاكل او حوادث سير او كذا. ده بالنسبه للحد القانوني. بالنسبه للحد الاخلاقي، يعني احنا دلوقتي قاعدين في مكان مثلا في حديقه الجامعه هنا في كليه القاهره، يبدا مثلا لو انا معايا مثلا طفل او كذا معلمهم من هم صغيرين، ولاد يعني ولاد اختي، بنات اختي او بنات اخويا، انهم مثلا ما يقطعوش يعني الشجره خلاص من هم صغيرين لغايه دلوقتي، ده فعل غير اخلاقي. مثلا عايزين يفتحوا شنطه صديقتي مثلا وعايزين ياخدوا منها حاجه، برده دوت من اول اقول له لا، ده لانه فعل ينافي الاخلاق، دي مش من الملكيه الشخصيه عندنا، فبالتالي احنا ما ينفعش ان احنا نفتح شنطه حد من غير استئذان او ناخد حاجه مش لينا. فده بالنسبه للحد الاخلاقي. الحد الصحي اعتقد واضح عند الجميع بالنسبه للحد الصحي، انه احنا ما ينفعش ابني مثلا يلعب اسيبه او ما اقولهوش لا وهو بيلعب مثلا في السكينه او ادوات حاده، يعني هو طفل لسه صغير يعني، او بيلعب في قلب فيشه الكهرباء، فابدا ان انا اقول له لا.
طبعا دي باختصار الاربع حدود اللي انا لازم الزم نفسي بيها كمربي. طبعا لو انا التزمت بيها دي نوع من انواع الثبات لكلمه لا. طبعا هديناها مستمريه كلمه لا عنده من هو صغير لما هو يكبر، بس بشكل هو طبعا يعني لما اجي اقول له طبعا لا لازم اقول له السبب بس بما يتناسب مع فئته العمريه. طبعا اتمنى تكون استفدتوا بس بشكل سريع كده في كلمتين تربيع على المشي على كلمه لا. نحاول ان احنا نراعي الاربع حدود اللي احنا ذكرناها، الحد الديني، الحد الاخلاقي، الحد الصحي، الحد القانوني. كانت معكم ايات عبد المنعم وبشكركم كتير على حسن المتابعه، ان شاء الله اشوفكم في معلومه جديده في فقره كلمتين تربيع على المشي.